أفادت السلطات المحلية في محافظة إدلب شمالية سوريا بارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا إلى 205 حالات بعد تسجيل 11 إصابة جديدة. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر أخرى أن عدد الحالات المثبت إصابتها بالمرض في عموم سوريا بلغ نحو 24,000. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من تفشي الكوليرا بشكل سريع في جميع أنحاء سوريا وطالبت بأكثر من 34 مليون دولار لخطة استجابة مدتها 3 أشهر بعد توثيق وفاة أكثر من 80 شخصا بالمرض. دكتور محمد سالم، مدير برنامج اللقاح في وحدة تنسيق الدعم، معنا من سكايب أو من غازي عنتاب عبر سكايب. دكتور أهلا بك. بالنسبة للأرقام، إلى أي حد هذه الأرقام، أرقام الإصابات والوفيات، دقيقة؟ سيدتي الكريمة، معظم حالات الكوليرا لا تتظاهر بأي عرض، وبالتالي هناك حالات يتم إصابتها ولا نستطيع اكتشافها، هذا من الناحية الطبية. من ناحية أخرى، تدخل الجهات الحكومية وعدم الشفافية في مناطق النظام يجعل أعداد الإصابة المسجلة في مناطق النظام أقل بكثير من المعلن عنها، وبالتالي أعداد إصابات أكثر بكثير من المعلن عنها نتيجة عدم الشفافية في مناطق النظام. صحيح قاربت أعداد الإصابة المسجلة لدينا وفي مناطق النظام ما يقارب من 24,000، لكن الإصابات الحقيقية ستتجاوز 100,000 إصابة، لأن معظم الحالات غير عرضية. حتى الآن تم تسجيل 84 إصابة، 34 في مناطقنا و44 في مناطق النظام، لكن أعداد الإصابات غير دقيقة نتيجة عدم وجود جهات حكومية حقيقية في مناطق الخارجة عن سيطرة النظام لتسجيل الوفيات، وعدم وجود شفافية في مناطق النظام لنتأكد من أعداد الوفيات المسجلة لدينا. نعم. طب دكتور محمد، طبعا يعني مع دخول فصل الشتاء وهطل الأمطار، أيضا يعني هناك حديث عن فيضانات في المناطق الشمالية تحديدا، وهذا ما يمكن أن يسرع من الإصابات في هذه المناطق. ما هي حدود استيعاب المستشفيات في سوريا؟ نتحدث عن أنحاء سوريا للتعامل مع الإصابات الجديدة وربما تكون مرتفعة. صحيح، مع قرب هطول الأمطار سيكون هناك فيضانات من الجوار الفنية والصرف الصحي المكشوف وتسرب مياه الصرف الصحي إلى مياه الشرب التي يستخدمها الناس مع تهدم البنية السورية. هناك 49% من الناس حاليا تستخدم مياه غير معقمة وغير مكلورة، وبالتالي مع قرب هطول الأمطار ستزداد الكارثة وستزداد الأعداد الإصابات بشكل كبير. حاليا في شمال غرب سوريا هناك تجهيز لبعض النقاط العلاج لا تستوعب أكثر من 500 مصاب، وكذلك في شرق سوريا هناك نقاط استجابة أساسية في الحسكة والرقة، ومع عدم وجود قدرة استيعابية أكبر في دير الزور. في مناطق النظام أكثر من 48% من المنشآت الصحية لا تعمل بطاقتها القصوى، أي أن هناك عجز ما عدا العبء الكبير على القطاع الصحي نتيجة وجود الكوفيد 19. نسبة الملقحين في عموم سوريا بالكوفيد 19 لم تتجاوز 14% من عدد السكان. وجود خطورة كبيرة للكوفيد 19، وجود بنية تحتية مدمرة، حوالي 52% من المنشآت الصحية خارجة عن الخدمة، هذا يهدد صراحة صحة السوريين وينبئ بكارثة قريبة خلال الأشهر وهذا القادمة. وهذا ما المخطط يطرح أسئلة عن إجراءات الوقاية. دكتور محمد، هل هناك فرق تقوم بمراقبة؟ يعني تحدثنا عن المياه الملوثة، هل بدأتم العمل على فرق تراقب المياه عبر الصهاريج التي تدخل إلى المناطق التي تسجل أعلى نسبة إصابات، حتى الخضار والأغذية، أم لا؟ صحيح، هناك فرق لدينا في برنامج الإنذار المبكر والاستجابة، فرق تقوم بتحليل، إجراء تحاليل دورية لمياه الشرب الموجودة، لكن معظم الآبار لا يتم كلورتها والناس تحتاج إلى هذه المياه، وليس لدينا سلطة الآن ولا إمكانيات لقفل أو ردم الآبار الملوثة. نحاول قدر الإمكان توزيع الكلور للناس وتوعيتهم باستخدامهم، لكن ما يزال العبء الحقيقي هي بالمشاركة المجتمعية. ليس لدينا حكومة حقيقية تخاف على الشعب ولديها سلطة لمنع أصحاب الصهاريج الملوثة.
وردم آبار المياه الملوثة وتعويض الناس بمياه شرب معقمة، لكن نعول على وعي المجتمع السوري وقدرته على تنفيذ ما يطلب منه من ناحية كالورة المياه أو غليها أو الابتعاد عن الآبار الملوثة. نقوم بتوعية الناس أن هذا المصدر ملوث، لكن ليس لدينا سلطة أو قوة حقيقية تفرض إغلاق هذا البئر وتأمين البديل لكي تشرب الناس منه. شكرا جزيلا لك دكتور محمد سالم، مدير برنامج اللقاح في وحدة تنسيق الدعم من غازي عنتاب.